نباتة ناجحة. خلوني أقول لكم مين هذا الشخص. تعرفوا هذا الشخص؟ ما تعرفوه؟ طيب مين يعرفه؟ مين؟ فيصل الريثي. فيصل الريثي من محافظة الريث في جنوب المملكة. طبعاً كرموا أمير جازات سمو الأمير محمد بن ناصر لأنه مثال حقيقي فعلاً للشخص الناجح اللي نجح تعريف منطقته. أعطيكم قصة. هذا الشخص من محافظة الريث عنده مزرعة بن بسيطة. عنده مزرعة بن قهوة. بدأ الرجل يصور نفسه هكذا، يصور نفسه وهو يصب القهوة، يصور نفسه وهو يقطف البن، يصور نفسه بشكل بسيط. إحنا ترى قبل 5 سنوات من الآن أنا واحد مني ما أعرف في السعودية يزرع بن، ما كنت أعرف. التقينا مع المغامر السعودي سعود العيدي، ما شاء الله، اهلا وسهلا فيك. طيب. اليوم كيف الانسان يقرر انه يسوي مغامره، صح؟ انا اقول اي احد يبغى يسوي مغامره، ترى في ناس تسلقوا قمم وهم فيهم اعاقه 18 سنه، صاحب ناس عمرهم 88 سنه، فما في عذر اي احد يقول لي انا مصاب او انا فيني وفيني. ليش؟ لان هذا نوع من الرحلات احنا نسميها ذهنيه، بمعنى اللي عنده طريقه تفكير سليمه يقدر يوصل قمه، حتى لو جسده سليم وعقليته غير سليمه ما يوصل. فعشان كذا انا ادعوك يلا مستعدين ان شاء الله. ايش المغامره الجايه؟ انا كليمنجارو. يلا ان شاء الله على خير. الجبل عندي والجميل. الله يسعدك. شكرا. اهلا وسهلا. هلا والله باخت تغريد، سعدت اليوم شوف. الله يسعدك. كيف الرحله الاخيره في فنلندا؟ بس كان معاكم مجموعة طيبة، أم فارس معاكي و... أيوة الحمد لله. أيوة. من الزبيدية أريد التميمي وعدد الأخوان هنادي ما شاء الله، يعني ما شاء الله. بعدين ما تلاحظين أنك تطلعين بعدي دايم في أي رحلة بعدي بأسبوع؟ أيوة.